Hello, hello students. Welcome, welcome you on my channel ITEP Jamal or Jim Sibir in English. Today for year 3 for students from preparatory school. I'm very happy to see you on my channel. Today the story, today chapter 2, difficult journey. The story of black beauty. يعني النهاردة هنعرف الشابتر الثاني الفصل الثاني من قصة البلاك بيوتي، واسم الشابتر رحلة رحلات صعبة. في رحلتين صعبين هنشوفهم النهاردة. But first we know from the last episode، يعني احنا عرفنا من الحلقة السابقة ان كان في فارمر جراي وكان عنده حصان اسمه البلاك بيوتي وباعه لمستر سكوير جوردن اللي بقى عنده دلوقتي ثلاث حصنه هما البلاك بيوتي هو ذا تيلر اوف ذا ستوري وكمان ميري ليجز هو جيفز ذا تشيلدرن اليسون ثرو ذا تشيلدرن اون ذا جراوند وعرفنا كمان جينجر وهذا ديفيكولت باست الماضي بتاعه كان صعب. يلا نبدا شابتر 2 Chapter 2 difficult. Chapter 2 difficult journey يعني رحلة صعبة. في الشابتر ده هنعرف رحلتين صعبين في الشابتر ده. أول رحلة the first journey هي رحلة عمل business trip. مستر سكوير جوردن خد جون مانولي والبلاك بيوتي تو بول ذا كارج علشان يجر العربة في رحلة العمل وهم راجعين from ذا بيزنس تريب وهم راجعين من رحلة العمل قابلهم مواقف كتير. أول حاجة مستر سكوير جوردن بيقول I will be happy أنا هبقى سعيد أوي if we go out from this wood لو احنا خرجنا من الغابة دي لأن كانت مليئة بالأشجار وفجأة وهو بيقول كده suddenly the tree fall on the ground الشجرة سقطت على الأرض. طبعا the weather was very bad الطقس كان سيء جدا. It was very rainy. It was very stormy. كان ممطر جدا وكان عاصف جدا. It saw the tree fall on the ground. Crashed. It was closed. The road was closed. الطريق اتقفل. Mr. Square Gordon قال What can we do? What is the matter? What can we do? John Manley قال له We can't do anything. We can change the road. We can go in a different way. We can't go forward. يعني ما نقدرش نطلع لقدام لازم نرجع نلف من طريق تاني. وفعلا لفهم من الطريق التاني. بس الطريق التاني ده كان long road. كان طريق طويل. خد long time. وقت طويل. وهما وصلهم الطريق التاني ده بيوصلهم لبريدج لكوبري. فجأة suddenly black beauty stopped on the bridge وقف على الكوبري أول لما شاف الكوبري وقف على طول come on my black beauty يلا يا black beauty come on مستر سكوير جوردن بيقول له يلا نعدي come on black beauty جون مانولي قال له there is something wrong أكيد في حاجة غلط علشان الحصان يقف وفجأة suddenly سمعهم صوت زمان shouted عمال يصرخ بيقول لهم the bridge was broken in the middle if you continue you fall in the river هتقعهم في النهر it is very dangerous طبعا مستر سكوير جوردن شكر الحصان بتاعه وقال له thank you my black beauty thank you saved us انت اللي انقذتنا طبعا وقفت الحصان ده ان هو وقف ومعداش النهر انقذ صاحبه من الخطر انقذ مستر سكوير جوردن من الخطر ان هو كان ممكن يموت كان ممكن يقع في النهر ولكن الحصان وقف وانقذ مين وانقذ صاحبه فهو حصان يستحق الشكر
ثانك يو بلاك بيوتي، يو سيف ذا اس. وعدوا من الطريق الثاني وروحوا البيت. الرحله الثانيه افتر ا فيو ويكس، بعد اسابيع قليله، بعد اسابيع قليله مستر سكوير جوردن اند مسز سكوير جوردن وينت تو فيزيت ا فريند، عايزين يزوروا صاحب صديقهم، وخدهم جون مانلي، بس المره دي قالوا احنا هناخد البلاك بيوتي ومعاه جينجر، علشان لو الدنيا مطرت تاني او في مطر يبقى معانا حصانين يجروا العربه. وخدوا معاهم جينجر والبلاك بيوتي، وهم في الطريق وقفهم ستوب ات ذا ان، وقفهم في ان يعني خماره او بار، وقفهم فيها علشان يستريحوا تو تيك ريست، والحصانه برضو بتستريح في الاستابل او في الاستيبل، استيبل يعني سرد الحصان، تو فيد علشان يطعم اند براش علشان يطعموه وعلشان يغسلوه بالفرشاه. وهما الحصانه البلاك بيوتي وجينجر في الاستابل، حصل حاجه at night get young rider was smoking the young rider smoked while his horse brushed، يعني كان جه شاب كده ومعاه الحصان بتاعه وكان بيدخن سجاير وايه على والحصان بتاعه كان brushed كان بيتغسل وكان بيستريح، فرمى السيجاره on the ground فحصل فاير نار. طبعا جينجر كافد قعد يكح فصحى البلاك بيوتي ما كانش عارف ياخد نفسه، كانت بريز مش عارف ياخد نفسه بسبب السموك because of the smoke. فجه العامل بتاع الاستابل وجه وهو مرعوب very worried and frightened، كان مرعوب وكان خايف وخوف الحصنه لقته مرعوب فكانت خايفه برده وكانت مرعوبه. وجه جون مانولي المساعد بتاع مستر سكوير جوردن وجه وقال للحصنه بتاعهم وكلمهم وقال لهم My beautiful horses wake up it's time to go، يلا علشان نمشي، وكلمهم بطريقه كويسه. ولما كان بيكلمهم بطريقه كويسه الحصنه طلعت معاه بكل هدوء، والبلاك بيوتي قعد ينده للحصانه الثانيه الجينجر، وجينجر شكره ان هو انقذ حياته. وفي اخر الشابتر صديق مستر سكوير جوردن مستر سكوير جوردن فريند قال له اتس هارد، العمل اللي عمله جون مانولي ده كان عمل صعب جدا، اتس فيري هارد تو موف هورسز وين ذير از ا فاير، من الصعب ان انت تمشي الحصنة او تحرك الحصنة او تطلع الحصنة اما يبقى فيه فاير يعني نار. وبكده انتهى الشابتر and thanks for you، ونشوفكم في الحلقة القادمة وشكرا.